السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى. قصة اليوم جميلة ومشوقة، ومثل ما تعودنا بكل قصة أنا أخذ الدور بيها. وقبل لا أبدأ بروايتها، إذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك لي بالقناة، وإذا كنت ما مفعل زر الجرس فعل زر الجرس، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي أنس، حالتي المادية ضعيفة جدا، وكنت أشتغل عدة شغلات يلا أقدر أعين والدتي المريضة. فبيوم من الأيام اندقت علينا الباب المغرب، وكان ابن عمي قال لي أكو مكان يحتاج أن تمدده بالكهرباء، وكنت أنا أعرف بالكهربائيات لكن ما عندي حظ بالعمل. فالمهم وافقت، قال لي ثاني يوم تروح وياي حتى تكلم صاحب الكهرباء اللي يعني عنده الشغل. المهم رحت عليه وكان يقول لي أنا عندي مخزن. المهم ابن عمي عافني وراح، قال لي مخزن عندي، أريدك توصل له كهرباء عادية فقط. المهم انتظرت شوية وبعدها أخذني وراح بالسيارة. لما أخذني وراح بالسيارة بدت السيارة تمشي بينا وراحت المكان بعيد، يعني طلعت خارج المدن وبدينا نمشي بأراضي مفتوحة شبه صحراوية، لغاية ما وصلنا مكان يعني صاير شون بوادي، وكان كل بيوت قديمة جدا ومكسرة ومهدومة، ولقيت مخزن كبير جدا، قال هذا المخزن اللي توصل له كهرباء. المهم فسألته وقلت له شلون أوصل له كهرباء وهنا حتى أعمدة للكهرباء ماكو، قال المنطقة واصل بيها كهرباء أو هاي المدينة. المهم سألته كان يقول هاي أني اشتريت هالأرض كلها، وكلها عندي مشاريع بيها راح أسويها مخازن، إذا أنت اشتغلت عدل وشفت شغلك عجبني اعتبر أنت تسوي الكهرباء كلها. اتفقت وياه على سعر، وقال لي هذا السعر يكون قطعي، يعني أنا أجيب الأكل مالتي والشرب وأشتغل. المهم لما ناظرت بالمخزن يراد يعني الشغل تقريبا بي يوم كامل، يعني تشتغل من الصبح لحد الساعة تقريبا 10-11 بالليل أنت تكون هنا مغذي. المهم اتفقت وطاني نص المبلغ، وبعدها سألني قال لي أنت عندك سيارة؟ لو لا، أنا كانت عندي سيارة لكن السيارة اللي عندي بسيطة جدا وعلى قد حالي. راح تقولون بينكم وبين نفسكم شلون فقير وشلون عنده سيارة؟ السيارة اللي كانت عندي بس اسمها سيارة، هي بالحقيقة قديمة جدا ومتعوبة، والسيارة كلها عطلات حتى ما حد يشتريها، وكنت أنا أصلا حتى إذا يجيني أحد يريد يشتريها ما بيعها لأن كانت شايلة رجلي، يعني والدتي لما تتمرض أوديها بهاي السيارة. المهم وافقت ورجعت للبيت، وكنت فرحان جدا بالسعر اللي أخذته من عنده، ما بيها شغل غير يوم واحد والمبلغ كان كبير لكن كان مقطوعة، يعني أني أجيب الوايرات، أنا أجيب الكابلات، أنا أجيب الإنارة، واتفقت عليه على النقاط، يعني كل نقطة وعلى كل لمبة راح أشدها. قال بس كهرباء عادية وقاطع دورة لكن تعتني بيهن، لأن أحيانا هذني يعني المخازن يكون بيهن مثلا صوف أقماش إذا يصير تماس كهربائي يحترق. المهم ورا يوم ما اتصل بيه قال ها سويت؟ قلت له جهزت الغراض وإن شاء الله باكر من الصبح انطلق. قال تمام، سد التليفون من عندي، وصدق انا كنت مجهز الغراض كلها، احتاجيت يجي وياي عامل حتى يلزم لي حتى يفك لي، يعني المهم لازم يروح شخص وياي. اخذت وياي شخص صغير من المنطقة، وهذا احيانا يعني يطلع وياي حتى اهلي يأمنون يدزوا، يعني ما كان كبير بالعمر، تقدرون تقولون عمره تقريبا 11-12 سنة بهالحدود. واخذت وياي حتى اكل، اخذت وياي اكل للريوق وللغداء او للعشاء، لان اكيد اني راح اظل هناك، قلت ما ارجع اذا ما اسوي. المهم طلعت وامشي بالسيارة، والسيارة تمشي وسيارتي كانت قديمة يعني ما اقدر امشي بيها سريع. وصلت للمكان تقريبا الساعة 10 الصبح. بالبداية أول ما نزلت يعني بالمنطقة أو نزلت يعني المكان هذا، لقيت مرأة قاعدة على جانب الطريق، والطريق هذا كان غير معبد وما بي اسفلت، تنزل من الشارع العام وتمشي مسافة تقطعها بهاي الأرض الفارغة الواسعة اللي شبه صحراوية، وبعدها يلا تلقى طريق صغير ووعر تدخل بي وتنزل بهذا المنحدر اللي صاير على شكل وادي، وهناك راح تلقى هاي المدينة. والمدينة هاي كانت بعيدة عن البشر وعن السكان.
المهم لما شفت هاي المرة خففت سرعتي وفتت من يمها ببطء وناظرت بيها، وكانت قاعدة يعني من جنبي وين أني أسوق. ناظرت عليها وناظرت بوجهي، المرة ملامحها غريبة. المهم ما عرفت أهمية الموضوع ومشيت، ولما تقدمت شوية ناظرت بيها بالمراية لقيت المرة اختفت. وهذا كان الموقف الأول، وين راحت وين اختفت؟ المكان مفتوح ومرأة وكانت لابسة أسود، وما معقولة راح تختفي، لأن حتى ماكو مكان أو بيت أو حتى سيارة صعدت بيها وراحت، وكانت يعني مسافتي قريبة بعدي مو بعيدة. المهم ما عرفت أهمية الموضوع وقلت احتمال ما شفتها، احتمال أنا ما ركزت كذا إلى آخره. وصلت وحتى كنت ماخذ وياي مولد، دخلت للمخزن وبديت أشد بالنقط مال الكهرباء وبديت أأسس بالوايرات والكابلات، وأنا أشتغل وتعبان وشغلت أغاني بالتليفون وأضحك ويا هذا الشخص اللي جايبه وياي. وبعدها تغديت ويمشي الوقت علي ويمشي، وبعدني ما مكمل تقريبا نص الشغل. المهم عدى الوقت علي وكانت الساعات تمشي بسرعة، وما حسيت غير الساعة بالخمسة والشمس نزلت، وأنا بعدني ما مخلص العمل. احتاجيت عدة شغلات، نزلت من الدرج اللي جايبه أو السلم ورحت للسيارة، جبت الغراض، نزلت المولد وهيأت نفسي حتى أسوي نور بالمكان. المهم صارت الساعة بالسبعة تقريبا وأكلت وبديت أكمل شغلي، والولد اللي وياي تعب، خليته يجلس وقلت له بعد لا تسوي أي حاجة. بهالأثناء حسيت أكو حركة برا وصوت مال الناس تتكلم، نزلت ورحت أشوف ما لقيت أي أحد. وهذا كان الموقف الثاني. بعدها احتاجيت شغلة، فقلت للعامل اللي عندي أو هذا الطفل اللي أنا ماخذه وياي، قلت له روح للسيارة افتحها وجيب لي كذا حاجة وتعال. طلع برا وتأخر شوية وبعدها رجع يركض ويلهث، وبنفس الوقت سد الباب الكبيرة مال المخزن، وكان مختنق وما يقدر يتنفس. أقول له شبيك؟ يقول لي لقيت واحد صاعد فوق السيارة. قلت له حبيبي لا تخاف ماكو أي حاجة. قال لي لا أنا شفته بعيني ووجهه يخوف. رحت يم السيارة وطلعت وياي، ما كان أكو أحد. رجعت لي جوا وكنت أعرف أن المكان مسكون بالجن، وهذا المكان خطر علينا اثنيناتنا. فقلت له خلاص بس أكمل اللي بيدي وينتهي الموضوع، وما بقى غير عندي شيء قليل. وبديت أدقدق بسرعة لحد ما كملت كل شيء، وهسه بقى بس شغلة واحدة، المولدة أوصلها في سبيل أنطي كهرباء، لأن المكان ما كان بيه كهرباء واصلة، يعني كهرباء من الدولة أو أعمدة مال الكهرباء. المهم طلعت برا على المولدة، مديت واير طويل أخذت من عندها وحاولت أوصله، وأول ما نور المكان صار يعني كله بيه أضوية ومشتعلة، وقمت أطفو وأشغل وضعية طبيعية. فقلت له يلا خلينا نلم غراضنا حتى نطلع. المهم واحنا جايين نلم الغراض طفى الضوء مره واحده، والمولده كانت مشتغله. طلعت برا لقيت الواير او السلك مال الكهرباء اللي اني شكلته بالكهرباء وحده مملوص، واكيد اجى احد وخره، لان كان له فيش بالكهرباء ويشكل، يعني مو بسهوله يطلع من مكانه. المهم لميت الغراض بسرعه شلون ما كان، وجيت حطيتهم بالسيارة وصعدت والسيارة ما تشتغل. السيارة كانت قاطعة كهرباء ونارية، يعني ما تشتغل أبد، ما أعرف شو بيها. نزلت من عندها وظليت أضوي وأشوف أحاول، كانت ما تشتغل. بعدها سمعت أصوات مال دوشة وكلام داخل المخزن، ناس جاي تتكلم، والمخزن كان فاضي وبيصدى. فهذا الطفل خلص عرف إنه الوضعية تخوف ومرعبة، اجا وقف ورايا وشلب بالقميص اللي لابسه اني. قلت له لا تخاف ولا اي شيء، اصبر لا تخاف، هسه راح نطلع منه وهسه تشتغل السيارة، وانت ليش خايف؟ كان يقول لي المكان بيجني. بما انه السيارة ما اشتغلت عندي حلين، يا اما اقعد بالسيارة وانتظر للصبح بلكي اقدر اشغلها لان ذاك المكان ما بيتغطية، يا اما الشغلة الثانية انه اني ادخل بالمخزن وسد الباب علي واقعد. فقررت انه اني اجلس بالسيارة، صعدت هذا الطفل بالسيارة
واني صعدت وطول الوقت اتكلم وياه واقول له لا تخاف، وكنت خايف اقرا قران قدامنا، كنت خايف يحسبني انه اني مرعوب. المهم كنت اقرا قران بسري وادعي، واكثر شي خفت على الطفل اللي وياي لان عنده اهل واكيد اذا صار له حاجه ما راح يعوفوني اهله. فقررت انه اني اضل بس قاعد وساكن، وشويه انضربت السياره بحجار وهو قام يخاف ويصرخ. نزلته وقلت له امشي، ودخلت بي للمخزن. بقينا قاعدين بالمخزن وكل ساعة تنضرب الباب مال المخزن لغاية ما سمعت صوت يقول انتو شعدكم هنا، افتح الباب واطلع كلمني. بيني وبين نفسي قلت الحمد لله والشكر، واحد شافنا واجا، او يجوز هاي المنطقة بيها احد بعده ساكن، او بعيد علينا شوية وفات منا مستطرق. المهم حطيت جميع الاحتمالات في سبيل اقوي نفسي واشجع نفسي حتى اطلع واشوف. ويوم اللي طلعت لقيت ماكو احد بالباب، لكن البيوت اللي كانت مهدمة كلها بيها انارة، والانارة مصدرها شنو ما اعرف، شموع او شعلات مال نار ما ادري، لان ما جاي اشوف ضوء قدامي، لكن اكو انارة بيهن. وبديت اشوف ناس تطلع تناظر علي وترجع، نساء واطفال يناظرون علي من البوب ويردون يطلعون، واكو ناس يعني حتى تركض من مكان لمكان بصورة سريعة. الليلة ذيك كانت ليلة قاسية ومرعبة جدا. رجعت لي جوا وسألني قال لي شكو، لأن أنا ما خليته يطلع، كان واقف ورا الباب خفت يشوف حاجة أو كذا ويجفل ويتلبس جن. المهم خرج الوضع عن سيطرتي وقمت أنا هم خاف ومرتعش، فقلت له أنت اقرأ وياي قرآن، أنت حافظ شي بالمدرسة علموك. المهم قام يقرأ آيات من القرآن هو، وقلت له ابد لا توقف، ويعيد بصورة الفاتحة كل ساعة هاي اللي كان حافظها ويعني متقنها، فيقرأ بيها هو واني اقرأ، والباب بعدها كل ساعة تنضرب بحجر لغاية ما سمعت صوت برا. وكتني الفضول انه اني اطلع واشوفه، الصوت كان دوشة وضجة مو طبيعية، فرحت يم الباب وهو كان واقف ورايه ولازمني لان خايف ومرتعب. فتحت الباب مال المخزن فتحة صغيرة وناظرت، شفت عدد مال الناس مو طبيعي، زلم ونساء واطفال، والنسوان كانت تعيط وتبكي ليش ما اعرف، وكانوا يمشون على شكل مجموعة كبيرة. فعلى اثر هاي انا سديت الباب رجعت مال المخزن وظليت ثابت بمكاني ادعي واقول يا رب نجينا، وبعدها خف الصوت وما ظل صوت أبد. انقطع الصوت تقريبا من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة بهالحدود، ومرة واحدة سمعت الباب تندق ويقول اطلع لي أريد أحاكيك، مرة ومرتين، وهذا الطفل أبع على وجهه أصفر قطرة دم ما بيه. قلت له لا تخاف. المهم طلعت لقيت رجال يعني متوسط بالعمر، قال لي انت جابك هنا وش عندك بهذا المكان؟ قلت له انا جيت اشتغل هنا. قال يلا اطلع وغادر المكان. قلت له السيارة مالتي تعطلت. قال لي جاي اقول لك اطلع وغادر المكان واخذ هذا الطفل وياك. قلت له تمام. خفت من عنده لان انتبهت عليه كان شكله ما اعرف شلونه، القفص الصدري مالته مرفوع جدا، وبنفس الوقت هو ضعيف الدرجة مو طبيعية، وكان لابس يعني مثل القميص ومفتوح كأنه القفص الصدري مالته باين وظاهر، كان جسمه أبيض قوي. المهم المولدة أني ما عرفتها أصلا مشتغلة، والمكان يعني أشغل بس الفلاش مال التليفون بي، وهذا الطفل ميت من الرعب والخوف ولا أقدر أسوي أي حاجة، والسيارة متعطلة. فأخذت الطفل وقلت له لا تخاف، وبذاك الوقت حضنته وحتى سديت عيونه وبديت أمشي لحد ما وصلته السيارة. فتحت الباب مال السيارة وقعدت وحاول أشغل بيها والسيارة ما تقبل تشتغل، وبذاك الوقت من الرعب والخوف بكيت وعيوني حتى دمعت، وقلت يا الله للمرة الأخيرة، ودرت على السيارة واشتغلت عندي. ويوم اللي اشتغلت عندي فرحت، لكن أول ما اشتعلت الإنارة شفت نساء وأطفال بهاي المدينة، مدينة كاملة، والمكان مو مهجور مثل ما قال هو، بي ناس ساكنة،
وهذول السكان سكان من الجن، مستحيل يكونون بشر. المهم بذاك الوقت فرّت السيارة، وأول ما تحركت وصدر الصوت عالي الكل اختفى من قدامي وتلاشى. هذا الطفل خليته يدنق راسه وما يناظر نهائيا. فبديت أمشي، وكنت أمشي يعني على كيفي مو بسرعة، خفت إنه أنا أسوي في الصوت مزعج بالمكان، لأن كان سيارتي صوتها عالي ويجون يأذوني، لغاية ما وصلت البداية مال المدينة اللي قلت لكم. لقيت نفس المرة جالسة وبنفس المكان، وهالمرة الضوء صار عليها مال السيارة، وكانت مبتسمة ابتسامة عريضة جدا. المهم فأني أول ما تعديت المرة دست بنزين بالسيارة وقلت الحمد لله والشكر لما أنا طلعت، لكن فرحتي ما دامت، لأن عدة أمتار والسيارة وحدها رجعت طفت، وأنا جاي أعرف سيارتي. هذا العطل ما راح أعرف أسويه، لأن السيارة ما جاي تتعطل الأعطال المألوفة عندي. المهم اللي حدث هنا، نزلت من السيارة وقلت له انتظر قاعد، وأنا فتحت الغطاء مال المحرك حتى أشوف، لقيت عطب بالوايرات الواصلة للبطارية، شلون ما أدري، وشنو اللي خلاهن يذوبن ويموعن وتطلع الأسلاك ما أعرف. ومديت إيدي على الأسلاك لقيتهن سخنين جدا وحارات، حتى إيدي انشوت. فافتريت ورا السيارة حتى أفتح الجنطة وأطلع جفوف وشي وأوخر الوايرات وأحاول أشغل السيارة. شفت منظر خلاني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على اللي شفته. شفت مرة بشعة بصورة مو طبيعية. مرة كانت تلبس عباء مال راس، وجهها أسود ويلمع مثل الجير، اللمعة مالته مو طبيعية، كأنه سواد فحمي، وبنفس الوقت عليه زيت لمعة مو طبيعية، وعيونها كانت ما مبينة وكلها سود، وقاعدة ورا السيارة. مباشرة اتعوذت الشيطان، وهي بدت تزمجر بصوت غريب جدا كأنه نباح مال كلب. وبعدها افتهمت انه هي جاي تقول لي غادر المكان واطلع، زين هسه السيارة عطلت بيه، وهذا الطفل يعني ما اعرف انا حرت بيه، هسه لو وحدي يجوز ما اهتم، اخاف اموت يحصل لي شي ما يخالف، لكن هذا عنده اهل ويداعون بيه. نزلت هذا الطفل وهو كان تقريبا يعني طويل مو قصير، رفعته وقلت له ظل ساد عيونك ولا تناظر، ترى هذا المكان مكان خطر ولا تخاف، وانا ما راح اعوفك ابد. الولد من خوفته ظل ماسك الصمت وما تكلم نهائيا، وبديت اركض وعفت السيارة. قطعت مسافة طويلة وكنت اناظر على السيارة اشتعل مصابيحها وحيدا، يمكن السيارة اشتغلت. بذاك الوقت عرفت انه البشر اشقد ضعيف، والبشر طبعا خواف بصورة مو طبيعية لما ينحط بهيج موقف. فقلت يا رب أني ما أعرف أدبر حاجة بعد، وما أقدر أسوي أي شغلة، أريد من عندك الحل. استمريت بالمشي وهلكت، نزلت هذا الطفل وقلت له خلص امشي وياي ولا تخاف أبد بعد ماكو أي حاجة، لحد ما نلقى سيارة. هو كان يخاف بسبب الأصوات اللي جاي نسمعها، وما كنت أعرف هاي شنو الأصوات، حيوانات ولا حشرات ما أدري. المهم كنت أسمع أصوات يعني مثلا حجر يتحرك، صوت كأنه واحد يمشي. المهم استمريت بالمشي أنا وياه لغاية ما شفت إضاءة من بعيد، وهاي يمكن سيارة، ولما تقربت علي اختفى الضوء مالها مرة واحدة. المهم استمريت بالتقدم، كان عندي أمل أنه أنا ألقى سيارة على الشارع الرئيسي. وكل هذا الحكي والساعة هسته وهي اللي عدت 12 أو 12 ونص بهالحدود هذا، وكنت ادور شبكة بالجوال بلكي احصل احد واخابره. المهم استمريت بالمشي، وصار موقف خلاني اصير امام الامر الواقع، شارع غير معبد ما بيسفلت، اطرافه منه ومنانه ما اعرف شلونها، كلها صخور وكلها عشب. اللي حدث هنا مباشرة شفت نار اشتعلت مرة واحدة، كأنه واحد شايل شعلة وقاعد. اتجمدت عن الحركة وبديت امشي ومستمر بقراءة القرآن، وجريت الطفل من هاي الصفحة خليته بالصفحة الفارغة، وقلت له لا تخاف هذا رجال أكيد عنده غنم وقاعد، كذبت علي حتى أخليه يهدم. واستمريت بقراءة القرآن وقلت أمشي وما أناظر عليه.
لغاية ما جزيته وصاح علي، قال لي وقف وين رايح انت؟ وقفت وجاوبته، ما قدرت اتجاهله، قلت له رايح لبيتي. قال وتجابك هنا، المكان خطر عليك والنوب جايب وياك طفل. قال اسمع راح انصحك نصيحة، ظل اقرأ قرآن وانت تمشي بهذا الشارع، ولا توقف عن قراءته نهائيا، واوعدك اول ما راح توصل الشارع الرئيسي راح تلقى سيارة وتوديك. كأنه كان يعرف انا رايح للشارع الرئيسي، والصدق استمريت بالمشي، وصارت الساعة تقريبا 2، وهذا الطفل اللي وياي ما تعب ابد. ووصلنا للشارع، واول ما وقفنا باول 10 دقائق اجت سيارة كبيرة يعني شاحنة. المهم وصعدنا وياه واخذنا، وقدرت اوصل البيت تقريبا الساعة 3، وبنص الطريق تواصلت ويا والدتي وقلت لها روح لأهلي ولا يخافون احنا جايين، وما قلت لوالدتي بالتلفون نهائيا. وصلنا للبيت مان، والطفل وديته الأهل، وأول ما شاف أهله قام يبكي، عبالهم صاير له فد موضوع معين. أهله تكلموا وياي وقلت لهم رحنا اشتغلنا بمكان وطلع كذا وكذا. الولد ظلينا نعالج بيه تقريبا 1 شهر كامل، صارت عنده صدمة وخوف دائما وبالليل، خاصة ورا صلاة المغرب حالته تتغير، وبالنهار يكون طبيعي. وما أعرف صار بيه مس من جن ولا بس كان خايف فقط. المهم ماني هذا الموقف ظل معلق بدماغي، وعرفت انه الجن يعيشون ويانا، صح ما يعيشون على طبيعتهم لكن هم موجودين ويانا بكل مكان. اتعظت من هذا الموقف وقمت اقرأ قرآن. كنت قبل لما اروح اشغل اغاني بصوت عالي باي مكان وابدي اشتغل والامر طبيعي ويجزي، لكن هذا الموقف خلاني اغير نظرتي للابد. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم. اذا عجبتك ادعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.